كانت فاطمه جنديل بالليل تقعد تحكي لي قصص ان تملك هذا الخيال وانه انتقل اليها واحتفظت به هذه الرحابه والسمو في الحكى وفي البتاعه، معناها ان جوه في مراه مثقوله جدا تترسم عليها الدنيا حته حته. في الغنى لما تقعد تغني، انا اخر يعني فيلم هنا انا عامل غنوه في فيلم عرج البلح دي، ما انا مانيش كاتب فيها لانه هو مخرجها مخرج عرج البلح رضوان اخوك رضوان الكاشف، قال لي يا عم عبد الرحمن عايزين غنوه ملهاش معنى وليها كل معنى. يعني انا حاوي حامل لك غنوه ملهاش اي معنى ومليئه بالمعاني. فلجأت لفاطمه جنديل الكنز الحقيقي في حياتي، فاخدت غنوه كانت بتقولها لي وهي صغيره، وكان ليها غنه حلوه كده هتقول لك بيبا عمي حماده بيبا بيبا جاب لي طباق بيبا بيبا مليان نباق بيبا بيبا قال لي كلي بيبا بيبا قلت له ما كلش بيبا بيبا وديه لامك بيبا بيبا وامي بعيد بيبا بيبا بحر الصعيد بيبا بيبا والصعيد مات بيبا بيبا خلى بنات بيبا بيبا خلى بنية بيبا بيبا قد القطية بيبا بيبا خدها علي بيبا بيبا زار النبي بيبا بيبا زاروا بدبايح بيبا بيبا والسمن سايح بيبا يا حميد علي يا حميد علي يا بكميدة يبدوب يا بكميدة يبدوب بيع الجمل يا حميد علي وهات لي حرير التوب هات لي يا ليرة 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 هات لي حرير التوب يا حميد علي يا حميد علي يا بكمي مدراسي يا بكمي مدراسي بيع الجمل يا حميد علي وهات لي داهن راسي هات لي يا ليرة 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 هات لي داهن راسي. تخيل امرأة قاعدة تغني لك كده، وشوف شوف التداعي تداعي تداعي الذاكرة الصور، شوف سريالية الأمر. احنا النهاردة نقعد ندرس، انت تقرأ كتاب عن السريالية ما تفهموش، افهمه من فاطمة جنديل، لان الغنوة اللي سمعناها دي غنوة سريالية، يعني تبادل الصور والمواقع وكلام من ده. وبعدين شوف خلق اللحن، وبعدين اللجوء واخد بال حضرتك، وإلى يعني وده لما تحاول تحققه بجد ما يتحققش، انت مضطر تعمله على موسيقى متطورة عشان تخفي اللي انت ما تقدرش، لانك انت مش هتلاقي هذه المغنية اللي اسمها فاطمة جنديل انها تعمل هذه المسألة.